ما زالت البصرة تغلي وأهلها ينتفضون احتجاجاً ضد واقعهم الحالي، بينما تواصل القوات الأمنية والميليشيات قمعها رغم سلمية التظاهرات. البصرة التي يمكن اعتبارها محافظة منكوبة بسبب ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وانهيار الخدمات فيها، إلا أن ما فيها من ثروات دفع الأحزاب للتقاتل فيما بينها للاستحواذ عليها دون النظر لما يعانيه سكان المحافظة. استهداف الناشطين والمتظاهرين واتهامهم بالتبعية لجهات خارجية أو أحزاب داخلية منتفعة، والذي صار سمة بارزة لسياسات الأحزاب وميليشياتها، لم يثني عزم الجماهير الغاضبة على التغيير عبر مواصلة تظاهراتها. ها عليهم ها عليهم، والله حرقوها عليهم ها عليهم. محاربة الفساد وتولي المناصب من قبل الأكفاء وتوفير الخدمات وتعزيز العدالة الاجتماعية وغيرها مما يصح أن نسميها حقوقاً بدل مطالب، جل ما ينادي به أهل البصرة، وهو جل ما تحتاجه باقي محافظات العراق كلها. فهل تفلح الجماهير في تغيير دفة الأوضاع نحو ما تهدف إليه، أم ستتحقق أحلام الأحزاب وميليشياتها التي تراهن على إنهاء الحراك الشعبي بالاعتقال تارة والقتل تارة أخرى؟